النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي لسرطان الأطفال، يوم تم تخصيصه لزيادة الوعي بمرض السرطان عند الأطفال، وده من خلال التشخيص المبكر والوقاية من مسبباته، وده بيحافظ على الحالة الصحية للأطفال. عشان كده النهاردة هنسأل مجموعة كبيرة من الأسئلة. إيه أشهر أنواع السرطانات لا قدر الله اللي ممكن تصيب الأطفال؟ هل العالم وصل لمرحلة علاجية قوية ومتقدمة في القضاء على هذا المرض عند الأطفال؟ إيه النصائح كمان اللي لازم الأب والأم يمشوا عليها عشان أولادهم ما يوصلوش لنقطة مظلمة في هذا المرض؟ أسئلة كتير هتجاوب عليها دلوقتي ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو الدكتورة مريم الشريف، استشاري أورام الأطفال. صباح الخير عليك يا دكتورة. صباح النور. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك دكتورة مريم. بداية كده لما نيجي نقول نسب يعني إصابات الأطفال في العالم كله بالسرطان كانت على فترة طويلة عمالة تزداد، ويمكن نقول إن احنا مؤخرا ابتدينا نلاقي الوضع يعني بيستقر، نعمة من ربنا. خلينا نقول هل فعلا بيستقر ولا احنا بنطمن نفسنا وبنقول كده بس؟ بصي، هو بيستقر يعني نوعا ما، بس كل شوية مع يعني وجود الحاجات الوسائل اللي بقت متطورة قوي في اكتشاف المرض وكمان وعي الناس اكتر بالمرض ده، هو علشان كده بقينا بنحس ان هو على طول بقينا نكتشفه اسرع او اكتر. لكن ممكن نقول انه في اواخر كام سنة مستقر إلى حد ما، لا في زيادة ولا في انخفاض. عظيم. طيب دكتورة، منظمة الصحة العالمية بتقول إن في 400 ألف طفل سنويا بيصابوا بالسرطان من سن يوم لسن 19 سنة. صح. السؤال الأهم، من سن يوم إزاي الطفل يصاب بالسرطان؟ هو مش من سن يوم قوي، لأن طبعا يعني أول ما بتبدأ تشخص الأورام بتاعت الأطفال ممكن، لكن في حاجات طبعا بنشوفها بعد شهر او كده، ودي اكتر في الاطفال اللي هم بيكون مولودين مثلا بحاجه زي متلازمه داون. دي من الحاجات المعروف قوي ان هم بيبقى عندهم نسبه اكبر ان هم يصابوا بالاورام عن بقيه الاطفال العاديه يعني او السليمه. قعدنا كتير نسمع ان فيه بعض العادات الغذائيه الخاطئه ممكن تؤدي للاصابه بالسرطان، ان ممكن يكون الاطفال اللي عندهم بدانه مفرطه ممكن يصابوا اكتر بالسرطان، عادات عند الام والاب سواء كان التدخين او الادمان على الكحوليات، كل دي حاجات برضو مش هتبقى واصله لمرحله ان الطفل يبقى عنده. لانه في الاطفال ممكن الموضوع مختلف شويه عن الكبار، الموضوع بيبقى ليه علاقه برضو بالجينات، الجينات بتاعه الطفل نفسه. احيانا ساعات بترتبط بجينات وراثيه، يعني العيله دي اصلا معروف ان هي عندها نسبه حدوث للاورام السرطانيه اكتر من غيرها، فالاطفال بيبقى بيورثوا هذا الجين من الاهل. لكن الفكره بتاعه اللي هي العادات الصحيه من الاكل وكده، ده للاسف اللي بيأثر عليهم بعد كده قدام في حياتهم. برضو لو الأطفال عايشين في بيت مثلا مليان تدخين، أو حد من الأهل تعرض لعلاج إشاعي، فهو نفسه بيكون مضر للطفل. عشان كده دايما نقول لو حد مثلا واخد أي حاجة من أنواع الإشاعة لازم ينفصل عن الطفل، علشان ده بيبقى معرض إن الجينات بتاعته يحصل فيها اختلال. طيب لو هنتكلم عن مسألة إن هو وراثي أو لأ، هل ممكن الجنين ينزل من بطن أمه عنده ورم؟ يعني نازل اتولد على طول بورم، يعني صعب شوية زي ما قلت لحضرتك، إلا في حالات معينة اللي هم الأطفال أصلا إحنا عارفين إن هم عندهم أي عيوب خلقية بتؤدي إلى حدوث الأورام بشكل أسرع. أكيد دكتورة، لما نيجي نقول إنه يعني ناس كتير قوي بتتكلم في إن بعض الأطفال ممكن يكونوا لو أكلناهم بشكل مختلف العادات الغذائية ممكن تفرق معاهم على المدى الطويل. صح. احنا في اغذيه كده سيئه السمعه، الشعريه سريعه التحضير اللي طبعا بالمنكهات دي سيئه السمعه، بعض الصوصات اللي بتضاف على الاكل المصنوعه من الطماطم وغيرها سيئه السمعه. هل احنا بنتكلم عن الحاجات دي ولا بنتكلم عن المواد الحافظه ونسبتها هي اللي ممكن تكون عامله لنا المشكله؟ الاثنين. اوكي. المواد الحافظه وطبعا الحاجات اللي هي السريعه او الاكل اللي هو السريع، كمان اللحوم المصنعه في الاخر، ده في الاول في الاخر هو واحدة الاكل السريع ده اللي هو قصدك كمان على الفاست فود والتيك اواي والساندوتشات؟ طبعا الفاست فود لا دي مسببات بدانه ما هو كله مع بعض وكلها حاجات مع بعض، بس زي ما قلت لك مش دي السبب الوحيد، لكن بتؤثر قدام او بتؤثر. طيب ايه اشهر انواع السرطانات اللي ممكن تيجي للاطفال؟ أشهر نوع دايما هو لوكيميا الدم، هو ده أشهر نوع عند الأطفال، لوكيميا الدم، وده النوع الشائع عند الأطفال،
وبعد كده طبعا بيبقى اللي هو اورام المخ. طيب سببه ايه؟ ما احنا قلنا السبب حاجات في يعني الاغلب مش ليها علاقه. لا مش معنى ده تحديدا، هو يعني ده من اكتر كل الاورام، على فكره كل الاورام ليها علاقه بالجينات، يعني سواء كانت جينات زي ما قلنا جينات وراثيه من الاول، او حصل مشكله في اختلال في الجينات دي على المدى عمر الطفل يعني. فما نقدرش ان احنا نقول ان هو المرض ده بالذات. يمكن كتير من الاهالي بالذات الاهالي الكبار الطيبين اللي بيبقوا في اماكن اكتر نائيه بيبقوا شايفين انهم لما بيحبوا يكافئوا الاطفال بيكافئوهم بالحلويات الزياده او بالاكياس الجاهزه بتاعه البطاطس المقليه وغيرها. كنت سمعت مره يعني في احدى اللقاءات ان كل حاجه في كيس نبعد عنها، كل حاجة في علبة مقفولة نبعد عنها، دي ممكن تكون ضارة جدا بالأطفال، بس احنا بنشوف الولاد بياكلوا كل يوم كيس وإن لم يكن أكتر. ما علشان كده دايما نقول إن احنا لازم نحاول نبعد أطفالنا تماما عن الحاجات دي، والحاجات دي في ناس كتير دلوقتي بقت بتقدر إنها تعملها في البيت. لأن هي المشكلة كلها في نسبة المواد الحافظة والمواد اللي بيستخدموها في الحاجات دي اللي بتتعمل، هي دي اللي مشكلة كلها. طيب لو في جين وراثي مثلا وحد من الاهل الاب او الام بيصاب باورام مثلا، ايه هي الفحوصات اللي انا المفروض اعملها عشان اطمن على ده؟ بصح لحضرتك على حاجه، الحاجات دي طبعا بتختلف من مرض للتاني، بس ابسط حاجه صوره دم. لو احنا بنتكلم ان اكتر مرض شائع في الاطفال هو اورام الدم، صوره دم عاديه، صوره دم كل قد ايه مثلا؟ ممكن كل 3 شهور، كل 6 شهور، مره في السنه. لكن طبعا بس ده ممكن يكون مكلف قوي يا دكتوره، فكره ان احنا نعمل مره في السنه صوره دم. لا لو بنتكلم في 3 شهور ما انا بقول مش هيبقى في متاح للجميع ان هو يقدر يعمل 6 شهور سنه يعني صوره دم. بس ده في حاله ان الاب والام في حاله ده في حاله ان هم كده. وبعدين برضو الاهل يبقوا واعيين اكتر للاعراض اللي بيشتكي منها الطفل. يعني لو انا حسيت ان ابني لا وزنه قل بزياده، لا نفسه هو بقى بيتعب بسرعه جدا، شهيته للاكل قلت جدا، ابسط حاجه واعملها على طول هي صوره دم. لو انا طفلي بيصحى على طول بيشتكي من صداع جامد جدا جدا جدا، اول ما يصحى الصبح ممكن عنده ميل للقيء زياده، اول حاجه اطمن عليها مثلا انا اكشف على نظره او اشوف، بس لو ما لقيتش اي حاجه من ده والعرض مستمر لا لازم طبعا استشير طبيب على طول. مع تجنيب الحاجات اللي ممكن تكون بتؤدي طبعا. ده يعني طفلي يبقى نايم كويس ومش متعرض مثلا لسكرين تايم او لوقت في الشاشه كتير، وصاحي مش نايم كويس اقدر ما احملش بقى هنا مستمر مشكله يعني الدم بالظبط. يعني ونبعد عن القلق الطبيعي بتاع الامهات انه دايما كل الامهات شايفه ان اولادهم ما كلوش كفايه واكيد مش شبعانين. لا طبعا لا، يعني بيبقى حاجه اختلاف تماما عن طبيعه ابنها قبل المرض يعني. مسؤوليه بتبقى على عاتق الاب والام طبعًا. هنا المتابعه في صحه الاطفال اكيد. طيب نيجي للبروتوكول العلاجي، هل هو واحد في كل الدول؟ لا، لان البروتوكولات مختلفه. يعني بس يعني في الاغلب العلاجات نفسها بتبقى واحده. يعني ممكن من بروتوكول للتاني طريقه العلاج مختلفه، لكن انا بتكلم بنفس انواع العلاج نفسه. يعني ممكن طبعا بره بيبقى في عندهم علاجات متقدمه اكتر من عندنا، لكن في الاول وفي الاخر كله ماشي على نفس اللي هي المنظومه بتاعت العلاج نفسها. يعني في تطعيمات ممكن تكون بتساعد على الوقايه، يعني ناس طبعًا. كتير بتتكلم ان لما الاطفال تاخد تطعيم ضد فيروس بي للكبد ده يساعد، البنات لما نديهم تطعيم ضد سرطان عنق الرحم وهم اطفال او هم رضع ده يساعد، هل فعلا في الكلام ده ولا طبعًا. يعني احنا متحمسين زياده فبنحاول نلاقي نفسنا لا. دايما لا طبعا، لان مثلا التطعيم ضد الاصابه مثلا لو احنا بنتكلم على اللي هو التهاب كبد وبائي به، لان ده بيأثر على الكبد، والكبد لما بيحصل فيه اي نوع من انواع التليفات بيبقى المريض عنده قابليه انه يحصل له اورام سرطانيه اكتر من غيره. فطبعا طيب لو هنتكلم مع حضرتك عن معدل الشفاء، يعني لو هنقارن ما بين الاطفال والكبار. لا بص هقول لحضرتك على حاجه ما نقدرش ناخدها بشكل عام، بس لو احنا بنتكلم بصفه عامه الاطفال بيبقى في حاجات عندهم النسب الشفاء فيها عاليه جدا وتفوق الكبار، وفي حاجات تانية بتختلف من الكبار للاطفال. زي ايه مثلا؟
لو انا مثلا بتكلم، احنا مثلا اكتر نوع في الاطفال منتشر هي لوكيميا الدم. في نوعين مثلا من لوكيميا الدم، في نوع في الاطفال نسب الشفاء فيه بيبقى اعلى كتير من من الكبار. الاكتشاف المبكر يفرق والفحص طبعا. المبكر طبعا دايما الفحص المبكر هيساعدك انك انت تكتشف المرض في المراحل الاولانيه، فبالتالي هيساعد على نسب الشفاء الزياده. دايما بنقول ان بيبقى في ساعات كده ناس تطلع تقول في روشتة للوقاية من امراض السرطان، في اصلا حاجة اسمها كده؟ في حاجة اسمها روشتة للوقاية من امراض السرطان، ولا في الاول وفي الاخر زي ما حضرتك قلتي الموضوع موجود في الجينات، احنا ممكن نسرع وتيرة المرض او نزود شراسته او نقللها، لكن صح. قد يصاب به، ربنا يبعد ويحفظ كل الولاد، الاطفال او لا؟ صح طبعا. روشيتا لا طبعا ما فيش، بس زي ما حضرتك قلتي كده نحاول بس نتجنب الحاجات اللي ممكن تكون احنا عارفين ان هي بتساعد على حدوث المرض ده. نتجنب الاكل اللي هو المحفوظ، نتجنب الحاجات المواد اللي هي بيبقى عليها اي نكهات او حاجات ما احناش عارفين مصدرها ايه. نتجنب ان الاطفال يكونوا معرضين لدخان او حاجات من الكلام ده. نهتم بالتطعيمات بتاعتنا وناخد بالنا شويه زي ما قلت لحضرتك من اعراض يعني لما يجي الاقي ابني اعراض بيشتكي من اعراض والاعراض دي مستمره، ما اخدش الموضوع بسهوله وعادي ويومين وهيبقى كويس، لا لازم استشيره وما حدش يفتي. ده طبعا مطلوب. طيب لو هنتكلم عن نوع تاني وهي اورام الدماغ، المخ، أورام المخ. ده برضو أعتقد أنه هو من الأورام المنتشرة هي كمان عند الأطفال. ده تاني نوع شائع في الأطفال. طيب هل وصلنا لمراحل متقدمة مثلا؟ هل العلم وصل لحاجة مختلفة نقدر نساعد في الشفاء من هذا المرض؟ لازم تدخل جراحي ولا لأ؟ يعني في تفاصيل كتيرة كده. بس هقول لك على حاجة، أورام المخ دي أنواع كتير قوي. بس طبعا حصل تقدم كبير جدا في أورام المخ عامة. أولا التقنيات نفسها اللي بيستخدموها في العمليات بقت أعلى كتير. كمان دلوقتي بقى وجود التحاليل الجينية بتخلي الناس تساعد أكتر على أنها تكتشف يعني علاجات زي ما بنقول علاج موجه. وفي طبعا حاجات بيبقى نسب الشفاء فيها كويسة قوي، لكن لسه برضو في حاجات تانية العلم واقف عندها، يعني مش نسب الشفاء اللي احنا نأمل ليها يعني. أكيد ربنا يبعد لما بيصاب الأطفال وهم صغيرين ونبتدي نتكلم معاهم أو نتكلم مع أهاليهم في بروتوكولات العلاج، بنلاقي بعض الأهالي من كتر ما الحمد لله ربنا بيتم بالشفاء على أطفال كتير جدا، فابتدوا يتعاملوا مع الموضوع إن شاء الله كأنه حاجة يعني سهلة جدا التعامل معها، فبنلاقي بعض التخوفات منهم يقولك لا ثواني احنا مش عايزين نلجأ للعلاج ده، لأنه ده قد يؤثر، العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيماوي قد يؤثر على خصوبة الأطفال في المستقبل، سواء بنات سواء ولاد، خصوصا طبعا أنه بيتعرضوا لعدد يعني جرعات من الإشعاع. في الوقت ده بنتعامل معاهم ازاي؟ بنقول لهم بنبتدي الاول؟ اول ما بتشخصي المريض وتبقي عارفه ايه البروتوكول العلاج، بتتكلمي مع الاهل في الكيماوي اللي هو بياخده او العلاج الاشعاعي والاعراض الجانبيه. هم للاسف بيبقوا في موقف يعني موقف صعب، لانه ما بين ان هو يديله العلاج ده علشان ابنه يشفى، وطبعا اكيد العلاجات دي كلها بتاثر على الخصوبه وليها اعراض جانبيه قدام موجوده. بس احنا بنحاول ان احنا نقول لهم انه ما هو لو ما اخدش العلاج ده دلوقتي هو نسب الشفاء بتاعته تكاد تكون منعدمة. فانا انقذ ابني دلوقتي وبعد كده الحاجات التانية دي قدام ما اقدرش ان انا امنعها. صح. لكن ممكن حاجة تانية انه لو الولد مثلا بلغ وانت عارف ان هو هيدخل ياخد علاج كيماوي، ابسط حاجه دلوقتي مع وجود الحفظ للسائل المنوي والحاجات دي كلها اقدر ان انا اعمله، فبالتالي انا يعني بطمنهم من الناحيه دي. طيب من واقع خبره حضرتك وفي التعامل مع الاهالي والاطفال اللي عندهم اورام، الدعم النفسي، اهميه الدعم النفسي للطفل في هذه المراحل مهم جدا. اولا الطفل بيستمد دايما قوته من مامته وباباه، وهم نفسهم بيبقوا في حاله صدمه من ان انا بقول لهم النهارده انك كنتوا عندكم حاله بالظبط. فمهم قوي العامل النفسي ان احنا تحاول تتكلم معاه بهدوء وان هو يطلع كل اللي جواه، علشان هو كل القوه بتاعت ابنه هيستمدها منه. وطبعا برضو وجود ده انا محتاجه اتكلم مع بابا ومامته الاول. طبعا محتاجه اتكلم مع بابا ومامته،
وكمان دلوقتي المستشفيات بيبقى فيها اخصائيين نفسيين وطب نفسي بيطلعوا برضو يتكلموا مع الاهل، وده بيساعدهم برضو ان هم يعدوا المرحله دي. ربنا يحفظ كل الولاد يا دكتوره. الولاد الصغيرين اللي في مراحل المدارس ازاي بيتم تاهيلهم نفسيا انهم يبقوا بيتلقوا العلاج، وفي نفس الوقت لو حالتهم الصحيه تسمح انهم يكملوا دراستهم وما يوقفوش، وهل بيبقى في نوع من انواع الدعم او من انواع التوجيه للفصل بتاعه وللمتعاملين معاه، سواء من المدرسين سواء من اعضاء هيئه التدريس بقى في المدرسه او غيرها، بحيث ان هو الولد ما يبقاش حاسس او البنت ان هو تحت دائره الضوء فيبقى مسبب له توتر، او حد يضغط عليه بكلمه، او حد يبعد عنه لانه خايف مثلا انه معدي. يعني لازم الموضوع يبقى فيه نوع من انواع التوعيه. طبعا لازم يبقى فيه نوع من انواع التوعيه كبير، بس يعني في الاغلب المدارس والاهالي وكده بيبقوا بصراحه يعني داعمين للطفل المصاب او كده، وبيحاولوا ان هم يساعدوا بكل الاشكال. وزي ما قلنا برضو الدعم النفسي هيجي من الاهل وبيجي من الدكتور ومن الناس اللي حواليه. وطبعا مجرد ما الطفل ان هو ينفع يكون قادر انه يرجع المدرسه او كده احنا نحاول نشجعه، بس طبعا في حدود علشان ما يحصلوش اي مشاكل اكتر. يعني احنا طبعا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم، شرفتينا ونورتينا. دكتوره مريم الشريف استشاري اورام الاطفال، الف شكر ليكي يا فندم. ميرسي قوي. ميرسي. شكرا لك يا دكتوره. ربنا يحفظكم ويحفظ اولادكم ويحفظ كل الاولاد الموجودين في كل مكان.